جنيه او ب 20 جنيه، القصه ما تستاهلش كل الفيلم ده، يعني مثلا جراب اوريجينال او حاجه زي كده. وبس دي كانت باختصار الحاجه اللي انا كنت عايز اضيفها في الجبهه المربعه. نبتدي بقى ندخل على الجبهه البيضاويه. الشخص صاحب الجبهه البيضاويه بيكون شكله بالمنظر ده. من مواصفات الشخص دوت ان هو بيكون شخص ودود وعشري، يعني شخص طيب، شخص بيحافظ على العلاقات الاسريه، وخليكوا فاكرين قوي الصوره دي، شخص بيحب يجمع الاشياء وخصوصا الاشياء بتاعته القديمه ما يفرطش فيها مهما حصل. طيب نبتدي نفسر الكلام ده بقى واحده واحده. الودود والعشري ده اللي هو بيكون الشخص الطيب، هو بما انه شخص بيحب يحافظ على العلاقات الاسريه فبتلاقيه دايما شخص طيب. والشخص الطيب هنا مش معناه ان هو شخص كويس، لا، هي بس فكره الطيبه ان هو ما بيحبش يؤذي حد. يعني مثلا انا عن نفسي في مره كنت اعرف شخص، الشخص ده كان حرامي، تمام، وانا كان تحليلي ليه ان هو ودود وعشري وشخص طيب، فكنت مستغرب جدا من الحكايه دي. قلت طب يعني التحليل اللي انا دارسه ده غلط ولا ايه؟ ابتديت ان انا صاحبت الشخص دوت، وابتديت ان انا اراقبه واشوف الناس اللي هو بيسرقها، فاكتشفت حاجه غريبه جدا بقى. هو الشخص دوت لما بيسرق حد بيبقى مقتنع تماما من جواه ان الحاجه اللي بيسرقها دي حاجه بسيطه جدا، وفي نفس الوقت الشخص ده بيكسب كويس قوي، فبالتالي هو في اعتقاده ان هو كده ما بيأذيهوش، فبالتالي مش معنى كلمه طيب ان هو ممكن ما يعملش غلط، لا هو هيعمل، بس هي الفكرة ان هو ما بيحبش يأذي حد من وجهة نظره هو. طيب من مواصفات الشخص ده برضو ان هو بيحب يحافظ على العلاقات الاسرية، يعني مثلا لو هناخد بالنا من الصورة دي، دي صورة جاكي شان، لو هتلاحظون الجبهة بتاعته بيضاوية. اللي بيحب جاكي شان او متابع افلامه هتلاقي دايما هو معاه مجموعة دايما على طول في كل افلامه، اللي هو الاشخاص دول طول دايما المجموعة دي بتبقى في افلامه كلها. هو كان بيمثل، هو شخص صيني كان بيمثل في الصين، ابتدت القصة تزيد معاه فابتدى يطلع يروح امريكا، فخد المجموعة معاه كلها. هو بيعتبر ان المجموعة دي اسرته، انا معرفش الصراحة هو ليه اب وام عايشين ولا لا ولا ايه الدنيا، لكن اللي انا لاحظته ان هو على طول واخد المجموعة دي معتبرها اسرته، حتى دايما في اي برنامج لما بيجي يتكلم دايما بيتكلم ان دول الاسرة بتاعتي، فعلى طول واخدهم معاه في اي فيلم هو بيعمله. هو على فكرة بالمناسبة هو دايما اللي بينتج افلامه، فهو يقدر يتحكم في دي براحته، فعلى طول واخدهم معاه في كل حاجة، وهو دي حتة الاهتمام الاسري او يعني بيحافظ على العلاقات الاسرية. فتلاقي دايما الشخص دوت اسرته او عيلته ايا كان، هو بيعتبر عيلته دي اصدقائه زي في الحاله دي، او الناس اللي عايشه معاه على طول، او عيلته اللي هو والده ووالدته وهكذا، دايما بيحافظ على العلاقات معاهم، علاقاته معاهم بتبقى قويه قوي. عشان كده دايما هتلاقي معظم البنات الجبهه بتاعتهم بيضاويه، قليل قوي لما تلاقي بنت الجبهه بتاعتها مربعه. واخر حاجه ان هو بيحب الاشياء بتاعته وما بيفرطش فيها، يعني في الحته بتاعت التغيير لو تفتكروا في الفيديو اللي فات، الشخص اللي بيحب التغيير بيحب يغير موبايله مثلا باستمرار، ففي الحاله دي الموبايل القديم بتاعه دايما بيحاول يبيعه علشان مثلا هتفرق معاه في فلوس، او من الاخر هو الاشياء بتاعته ما بتبقاش عزيزه عليه، دايما بيحب يغيرها. طبعا لو ما معهوش فلوس في الحاله دي هيضطر ان هو يبيع الحاجه القديمه بتاعته، هو بالنسبه له مش اضطرار، هي حاجه هو كده كده مش محتاجه اصلا، هيبيع الحاجه القديمه علشان فرق الفلوس دوت يشتري بيه الحاجه الجديده فسعرها يقل شويه. ولو معاه فلوس والقصه مش فارقه معاه، الحاجه القديمه اللي معاه هيرميها، اذا كان موبايل ولا حاجه هيرميها وخلاص بقى مش فارقه معاه يعني. لكن الشخص اللي هو جبهته بيضاويه، الشخص ده بيحب دايما حاجاته القديمه، وارد جدا بنسبه 90% هتلاقي الموبايل اللي معاه قديم جدا، عشان كده لما تيجي تتعامل مع الشخص دوت لازم هتلاقي الموبايل بتاعه قديم، اوعى تتريق عليه او تقول له انت بخيل ولا نتن ولا اي حاجه زي كده خالص، هو بيحب الحاجات القديمه بتاعته. حتى لو في يوم من الايام الموبايل بتاعه باظ واضطر ان هو وانا بقول اضطر ان هو يشتري موبايل جديد، الموبايل القديم بتاعه مش هيبيعه، هيحتفظ بيه. النوعيه دي من الناس دايما هتلاقي العربيات بتاعتها قديمه، طبعا لكل قاعده ليها شواذ، يعني لو انا محطوط في مكان مضطر ان انا العربيه مثلا اللي معايا تبقى حديثه مثلا، يعني لو كانت عربيتي القديمه هضطر طبعا ابيع عربيتي القديمه او على الاقل هشتري عربيه جديده، بس العربيه القديمه عشان ابيعها سواء موبايل او عربيه او ايا كان زي ما اتفقنا مش هبيعها بسهوله، الفكره دي بالنسبه لي فكره صعبه. طيب لما تيجي تتعامل بقى مع شخص زي كده، لو مثلا الشخص ده جوزك او مراتك، هتلاقيه دايما ان هو بيتكلم على اسرته بكثره، فاوعى ان انت تتريق عليهم في اي وقت. ولو عايز الشخص ده يحبك، لو كانت دي مثلا خطيبتك او خطيبك وجبهته بيضاويه، حاول دايما اشكر له في عيلته، قول له كلمني عن عيلتك، هتلاقيه مبسوط جدا وفي منتهى السعاده. لو بتتعامل مع اصدقائك او موظفينك في الشغل، خلي بالك جدا من حته ان انت تقول له انت بخيل او نتن او اي حاجه زي كده، لان زي ما قلت لكم 90% هتلاقي الحاجات بتاعته قديمه، الموبايل بتاعه او ايا كان. وبس انا كده خلصت الجبهه البيضاويه. لو اي حد عايز سؤال او اي حاجه يكتب لي في الكومنت تحت، ولو عجبك الفيديو ياريت ما تنساش تخبط اللايك المتين، ولو عجبك الفيديو برضو ياريت تعمل مشاركة عشان تفيد أكبر عدد من الناس، علشان الناس تعرف تتعامل مع بعضها بشكل سليم. ولو ما كنت